أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في قوله تعالى، يقول من المخاطب في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات نزلت بشأن ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ليسأله. صادف أن جماعة من المشركين من أهل مكة كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، استقبلهم الرسول طمعا في دعوتهم إلى الله، طمعا في إيمانهم، وكأنه عليه الصلاة والسلام كره مجيء ابن مسعود في هذه اللحظة، مجيء ابن أم مكتوم في هذه اللحظة. فالله جل وعلا عاتبه في على ذلك وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه الآية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاءه ابن أم مكتوم يرحب به ويقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. نعم، أحسن الله إليكم. له سؤال ثاني يا شيخ في حديث، يقول اشرحوا لي هذا الحديث، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نعم، الحلال بين وهو ما بينه الله في كتابه ولم يختلف فيه أهل العلم، والحرام بين وهو كذلك ما دل عليه الكتاب والسنة ولم يختلف فيه أهل العلم. وأما ما حصل فيه اختلاف بين أهل العلم بسبب اختلاف الأدلة في ذلك فهذا من المشتبهات، فالمسلم يترك الحرام البين ويأخذ الحلال البين ويتوقف في المشتبه حتى يتبين له بسؤال أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن بعض العلماء يعلمون ذلك فيسألهم في حكم هذا الشيء المشتبه. نعم. يقول في الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم، هذا في رمضان، ولتكملوا العدة يعني صيام شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم عند تمام الشهر، ولذلك يشرع التكبير في ليلة عيد الفطر من حين يثبت
رؤية الهلال فيكبر المسلم ويكرر التكبير، ويظهرون ذلك في الطرقات وفي المساجد وفي البيوت حتى يحضر الإمام لصلاة العيد، يستمر التكبير إلى حضور الإمام لصلاة العيد. نعم. وردت أسئلة باسم سماحتكم الشيخ صالح، يقول السائل أبو عبد الله: ما حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين وخصوصا في الحارة؟ يكفي أن يتابع مؤذنا واحدا القريب منه، وهذا يكفي على تحصيل الفضيلة والحمد لله. نعم. يقول: ماذا يقول السامع عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم؟ يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم. نعم. إذا دخل الإنسان المسجد يا شيخ قبل الأذان وصلى تحية المسجد ثم أذن المؤذن، فهل يشرع له بنافلة؟ نعم، لا بأس، المجال مفتوح إلى أن تقام الصلاة. نعم. وإذا الرواتب هل تقضى إذا فات وقتها؟ نعم، يستحب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر بعدها. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، هذا السائل يقول: يا شيخ، هل يجوز تأخير صلاة العصر حتى اصفرار الشمس؟ لا، الوقت المختار يصليها في الوقت المختار، حينما ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر يبادر بالأذان في الوقت المختار، أما عند غروب الشمس أو قبله بقليل هذا وقت الضرورة. نعم. المرأة يا فضيلة الشيخ إذا كانت تكرر الوضوء وعندها شيء من الوسواس وعدم التحفظ، تقول: هل تكرار الوضوء يا شيخ يخل بصلاتي؟ عليها أن تترك الوسواس، أن تستعيذ بالله، إذا أحست بالوسواس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان، ولذلك سماه الله الوسواس الخناس، فإذا ذكر المسلم ربه انخنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس، هذا هو الشيطان مع ابن آدم، فعلى المسلم أن يترك الوسوسة وأن يشتغل بذكر الله عز وجل، وإذا أحس بها استعيذ بالله من الشيطان تذهب عنه. نعم. الأخ إبراهيم يقول: ما تفسير الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم؟ نعم، يذكر الله جل وعلا بقيام الساعة، ويأمر بتقواه، بتقوى الله سبحانه وتعالى: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يحصل عند قيام الساعة هول عظيم، فعلى المسلم أن يسأل الله السلامة والثبات على الحق. نعم. هذا يسأل عن الدعاء عند الإفطار فضيلة الشيخ، هل هو مستجاب وهل ورد فيه شيء؟ نعم، ورد أن للصائم عند دعوة مستجابة عند فطره، فيدعو بما تيسر من الأدعية، فإذا قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي، فقد ورد هذا الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله. نعم. الأخت السائلة أرسلت بسؤال، تقول بأن أختها توفي زوجها في الرياض، هل يجوز أن تذهب أختي مع أمها لمنطقة أخرى وتقضي بقية الحداد هناك؟
إذا كانت تستطيع البقاء في البلد الذي مات زوجها وهي فيه، وفي البيت الذي توفي وهي فيه، فإنه يجب عليها ذلك. أما إذا لم تستطع البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، والبلد الذي توفي فيه، احتاجت إلى الانتقال لأنها ليس عندها من يبقى عندها ويؤنسها، فلها أن تنتقل لأجل الحاجة. نعم. السائل يقول يا شيخ بأن جده يعاني من فقدان للذاكرة، وبعض المرات نقول له صل فيصلي، وبعض المرات لا يدري ماذا نقول، هل على هذا إطعام أو صلاة؟ لا، الصلاة ما فيها إطعام، إذا كان يقدر عليها يصلي، وإذا لم يستطع الصلاة فليس عليه صلاة. إذا ذهب فكره وبسبب الكبر أو بسبب مرض أصابه ولم يبق عنده تفكير، فلا صلاة عليه. نعم. شيخ أم سعد تقول: الرجاء توضيح حكم قولنا صدق الله العظيم عندما نتلو القرآن وخصوصا في رمضان. التزام هذا لا دليل عليه، لكن إذا قاله بعض الأحيان أو بمناسبة فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه أم نايف تقول بأنها تضع حنة على رأسها وتضع فوق الرأس قماش في الوضوء، هل تمسح على القماش؟ لا، تمسح على الرأس، تنزع القماش وتمسح على الرأس، إلا إذا كان الخمار هذا مدارا تحت الحنك مثبتا، فإنه يكفي أن تمسح على الخمار. أما إذا كان غير مثبت فإنها تمسح على الرأس. نعم. السائل أبو علي يا شيخ يقول: بالنسبة للهدي النبوي في العشر الوسطى والعشر الأخيرة والعشر الأول، هل كانت سواء عند الرسول صلى الله عليه وسلم أم يخصها بمزيد من العمل الصالح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من العمل الصالح في رمضان في غيره، ولكن في رمضان آكد، لأنه شهر مبارك وشهر معظم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط في أول الأمر، يتحرى ليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله. نعم. يسأل عن حديث يا شيخ: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم فأقضيها له خير لي أن نعتكف بالمسجد شهرا. لا أعرف أن هذا ثابت أو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو على ألسنة بعض الناس، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم النصية، ونحن نقوم بعرضها على سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه، وأيضا تليفون البرنامج لمن أراد الإرسال الرسائل أن تكون مختصرة وفي محيطنا الشرعي. هذا يسأل يا شيخ يقول: أين ينظر المصلي في صلاته؟ هل إلى القبلة أو إلى موضع سجوده؟ ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى القبلة. نعم. بالنسبة لصلاة الإمام الذي لا يطمئن في صلاته، ما حكم الصلاة إذا أسرع فيها ولم نطمئن ولم نكمل التسبيح؟ لا تصلوا خلفه، اذهبوا إلى من يطمئن في صلاته من الأئمة، وهذا الإمام الذي يخفف الصلاة حيث لا يتمكن المأموم من أداء الواجب،
هذا لا يصلى خلفه. نعم. هذا يسأل يقول: أنا مقبل على الزواج ولم أؤدي فريضة الحج، وعمري في 27، أيهما أبدأ، بالزواج أم بالحج؟ إذا كنت محتاجا إلى الزواج وتخاف على نفسك من العنت فإنك تبدأ بالزواج، أما إذا كنت لا تخاف على نفسك من العنت فإنك تبدأ بالحج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا أغسل الكلى وأدخل للمستشفى من الظهر حتى قبيل المغرب، ولا أستطيع أن من جهة الليات أن أتحكم فيها، كيف أصلي هذه الصلوات؟ صل قبل الدخول في العملية، إذا دخل وقت الأولى وأنت لم تدخل العملية فصل واجمع، اجمع الأولى مع الثانية مع الأولى جمع تقديم ثم تدخل العملية. نعم. تسأل عن ذهبها، تقول: أريد أن أخرج زكاة الذهب وفي هذا الشهر في رمضان، لأفضلية هذا الشهر يا شيخ. إذا كان هذا الذهب لأجل اللبس والاستعمال فليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان ليس للبس وإنما هو للادخار فإنها تزكيه على حسب وزنه. نعم. السائل أبو عادل يقول: ما القول الراجح الشيخ صالح في إهداء ثواب الأعمال إلى الميت، وهل ينتفع بها؟ نعم، هناك ما ورد أنه ينفع الميت إذا تقبله الله مثل الصدقة مثل الحج والعمرة عنه، هذه أعمال إذا تقبلها الله يصل ثوابها إلى الميت مثل الدعاء، هذا ينفع الميت بإذن الله. نعم، والصدقة عنه. نعم. هل يؤثر الشك يا شيخ في عدد أشواط الطواف بعد الانتهاء منه؟ لا يؤثر الشك في العبادة بعد الفراغ منها، لا في الطواف ولا في غيره. نعم. بالنسبة لدخول الفصل بين طواف العمرة وإكمال الواجبات كالخروج إلى الفندق مثلا وهو بجوار الحرم للضرورة، كيف؟ يقول: هل يجوز الفصل بين طواف العمرة وإكمال الواجبات كالخروج إلى الفندق مثلا للوضوء وهو بجوار الحرم؟ ما فهمت السؤال. يقصد الفصل بين الطواف والخروج من الحرم يا شيخ. أعد السؤال. يقول في سؤاله: هل يجوز الفصل بين طواف العمرة وإكمال واجبات الطواف كالخروج إلى الفندق مثلا واجبات الطواف ما هي؟ لم يذكر هذا السؤال هو غير واضح. نعم. نعم، الفصل يا شيخ بين الطواف، كان خرج إلى الفصل بين ايش؟ بالطواف يعني أكمل 3 أشواط ثم خرج إلى الفندق للوضوء. يبطل طوافه، إذا انتقل الوضوء يبطل طوافه، يعيده من جديد. نعم. هذا يسأل عن حكم الهبة للزوجة دون إعلام الورثة. لا بأس بذلك، له أن يهب لها وأن يعطيها، ولا صار للورثة حق إلى الآن لأن هذا ماله يتصرف فيه. نعم. من الأسئلة التي وردت عن رمضان، يسأل عن شيخ زكاة الفطر، يقول: أريد أن أخرج هذه الزكاة في منتصف رمضان. لا يجوز إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين كما كان السلف يفعلون ذلك. نعم. ما الأصناف يا شيخ الجيدة التي تخرج منها زكاة الفطر؟ الصحيح أن زكاة الفطر تخرج من قوت البلد، صاع من قوت البلد. نعم. هذا يقول: في الحج متمتع لم يجد الهدي، فصام 3 أيام في الحج ولم يصم السبعة الباقية،
ومضى على ذلك سنوات، ماذا يفعل؟ يقضي يأتي بها، لابد يأتي بها لأجل أن يكمل له نسكه، فيأتي بالسبع البواقي. نعم. يسأل يا شيخ أيضا عن قضية الختمة في رمضان، هل ورد فيها شيء عن السلف؟ وما هي الأدعية التي تقال في الختمة؟ ورد عن السلف في رمضان وغيره أنهم يجتمعون لسماع دعاء ختم القرآن ويؤمنون عليه ويتواعدون على ذلك. نعم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ للصلاة وقراءة القرآن والصوم عن الميت، هل يجوز ذلك؟ يجوز ما ورد الدليل مثل الحج عنه والعمرة عنه والصدقة عنه والدعاء له، هذا الذي وردت به الأدلة أنه ينفع الميت إذا تقبله الله. نعم. المسح على العضو المصاب لمدة زمنية طويلة يا شيخ. إذا كان عليه جبيرة نعم. فإنه يمسح على الجبيرة مدة الحاجة إليها، ليس لها وقت، إنما وقتها الحاجة إليها، ما دامت لها حاجة وهي مشدودة فإنها تبقى ويمسح عليها. نعم. يقول بعض الناس عند إقامة الصلاة يقول أقامها الله وأدامها. لا أصل لهذا. نعم. يسأل الشيخ عن تأخير صلاة العشاء بالنسبة للنساء بعد 11 نظرا لانشغالهن. هذا يجوز، الوقت موسع إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، موسع وقت العشاء، ولكن كونها تبادر بها في أول وقتها أحسن من أجل أن تتفرغ لأشغالها ولحاجاتها. نعم. دعاء الاستفتاح في الصلاة، التنويع فيه أو الاختصار على دعاء واحد أو الجمع بين الأدعية؟ هو وردت الأدعية في الاستفتاح، لكن أفضلها في الفريضة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ. وأما في صلاة الليل فالأفضل للاستفتاح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي به، فيأتي بالدعاء بالاستفتاح الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يقول يا شيخ بأن والدتي أصيبت في جلطة في بداية رمضان، وقرر الأطباء ألا تصوم هذا الشهر. ودعاء الاستفتاح الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. بارك الله فيكم الشيخ صالح. الأخ السائل يقول بأن والدتي أصيبت في جلطة في بداية رمضان، وقرر الأطباء ألا تصوم هذا الشهر بعد رمضان، هل نصوم نحن الأولاد عنها أو نطعم، وما كيفية ذلك؟ ينتظر، فإن استطاعت أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب المرض فإنها تقضيها، ولو تأخر ذلك ما دام يرجى منها أن تستطيع القضاء. أما إذا كان لا يرجى منها أن تستطيع القضاء فإنها يطعم عنها عن كل يوم 1.5 كيلو من الطعام. نعم. يقول قرأت يا شيخ صالح بأن اكتمال نزول القرآن كان في رمضان، حدثونا عن ذلك وهل هذا صحيح؟ العكس، كانت بداية إنزال القرآن في رمضان، وأما نهايته فلا أعلم أنها كانت في رمضان. نعم. وفي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر، ثم تتابع نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على حسب
الحوادث والحاجة إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تمام القرآن وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم. يقول السائل: هل تعطى زكاة الفطر لعائلة واحدة مستحقة؟ نعم، لا بأس بذلك، يعطي الجماعة ما يجب على الواحد ويعطي الواحد ما يجب على الجماعة، كله جاي. نعم. سؤال آخر من أحد الإخوة يذكر ويقول: قرأت أن بعض العلماء قال بأن وقت السنن الرواتب القبلية والبعدية هي بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة، وقال بعضهم القبلية تنتهي بقضاء الفريضة، فمن راجح الشيخ صالح؟ كل هذا لا دليل عليه. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة لصلاة الفجر فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان وخصوصا في العشر الأواخر يتقدم بالصلاة فيها، هل هذا جائز يا شيخ؟ نعم. صلاة الفجر في العشر الأواخر، يقول لي أن الجماعة يكونون تعبانين من صلاة القيام فأنا أبكر فيها. بعد دخول وقتها، يبكر فيها بعد دخول وقتها، لا بأس. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: في العشر الأواخر ما الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولها؟ لم يرد دعاء مخصوص فيما أعلم، لكنه يدعو بما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم. هذا يسأل يا شيخ ويقول: ما مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات مأجورين؟ مذهبهم أنها تثبت كما جاءت ويعتقد معناها، وأما كيفيتها فتوكل إلى الله، لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: شيخ، من عادتي في العشر الأواخر بأنني أخصص ليلة 27 في قيامها وأترك الليالي الأخرى. لا، هذا غلط وتقصير منك، تقوم في العشر الأواخر في كل الليالي، وليلة 27 آكد لأنها ترجى فيها ليلة القدر. نعم. وجه كلمة لجنودنا البواسل على الحدود وهم يحمون الثغور من الأعداء الشيخ صالح. نسأل الله أن يعينهم آمين وأن يثبت خطاهم آمين وأن يسدد رميهم وأن آمين يتقبل دعواتهم، آمين. ونوصيهم بالاحتساب والنية الصالحة ليحصلوا على ثواب المرابطين في سبيل الله. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات مع أسئلتهم واستفساراتهم في هذا الشهر الفضيل. شكرا لسماحة الشيخ صالح الفوزان، وشكرا لفريق العمل من الفنيين والمخرجين والمعدين في الإدارة الدينية. دائما أوصيكم وأقول لكم: استمروا في طاعة الله في هذا الشهر الفضيل وفي غيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.